الحياة في العائلة، التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، شكرا لكم على اختياركم إذاعة الحياة فهم، موعد جديد من برنامج الحياة في العائلة. معكم سهام حمدي في الميكرو، أمنا بوخيت في الأخراج التقني للحصة، وكل عادة رحب بضيفتي مدام نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية التربوية. مدام نجيبة أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك وبكل فريق الأعداد. إيه عايشك، شكرا لك مدام نجيبة. كنا حكينا في الحلقة السابقة على الدمج المدرسي أو التربية الدامجة، عرفنا بهم، تعاود ذكرنا أهم ما جاء في الحلقة السابقة، واليوم باش نحكيه على الفئة المستهدفة، نحكيه على خاصة الصعوبات اللي تواجه التربية الدامجة، خاصة وأنه كما ذكرت أنت في الحلقة السابقة أنه عنا بعض التجارب في ولاية القيروان، وفما برشا مدارس يعني دامجة في ولاية القيروان. لكن ذكرنا ساعة بعجالة بأهم النقاط اللي طرقنا لهم، خاصة الأنماط متاع التربية الدامجة. احنا حكينا المرة الفاتة على التعريف، احنا قلنا اش معناها التربية الدامجة، هي نظام تربوي ياخذ بعين الاعتبار الأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية، معناتها يقصد من التربية الدامجة كون يقلص من التمييز والتهميش والإقصاء، مش يعطي فرصة معناتها التعليم للجميع والتكافؤ الفرص في التعليم إلى جانب الدمج الإدماج الاجتماعي المدرسي، اللي هو بادر، اللي هو أس من أساس الإدماج الاجتماعي، اللي هو الهدف، اللي هو التحضير، يعني باش يخرج غدوة للمجتمع يلقى روحه متهيئ باش يتقبل وضعيته ويتقبل الآخر ويتعايش وما يكونش معناتها عبء على المجتمع. فوالا، قلنا زاد اللي فما أربع أنماط للتربية الدامجة، معناتها التربية العادية، التربية الخاصة، وعندنا التربية الإدماجية، عن التربية الدامجة. قلنا راهو فما برشا صعوبات على أرض الواقع، قلنا راهو نظريا ممتاز البرنامج هذا، ولكن على أرض الواقع فما صعوبات. احنا خلينا نشوفوا الساعة قبل الصعوبات، خلينا نشوفوا شكون هالمعني بالأمر بالتربية الدامجة. التربية الدامجة هذه قلنا اللي هي النظام معناتها تربوي يعتني شكون هذوي الحاجيات الخصوصية. ذوي الحاجيات الخصوصية نذكر منها مثلا الصغيرات اللي عندهم قصور على المستوى الذهني او الحركي او الحسي كالسمعي والبصري، عندنا اطفال القمر، عندنا الصغيرات اللي عندهم اضطرابات نمائيه كيف جماعه التوحد، كيف الصغيرات اللي عندهم طيف التوحد، او صغيرات الريك، عندنا برشا معناها يعني مش ذوي الاحتياجات الخاصه الكل، فما نوع من الاحتياجات الخاصه مثلا في حتى في ذوي الحاجات الخصوصيه، اكونديسيون تكون معناتها درجه القصور نتاعو متوسطه او خفيف، خاطر فما معناها متعدي الاعاقات وعميق الاعاقات يصعب ادماجهم. يصعب ادماجهم، معناتها عندهم رعايه خاصه. عندنا مثلا الصغيرات الاطفال المتخلي عنهم، هذوما زاد تشملهم التربية الدامجة. عندنا الصغيرات اللي في وضعية المتخلى عن، فما صغار معناها لي زابوندوني. فهمتك، مش باللزمه يكون معناها ذوي الاحتياجات الخاصه، معناها ذوي حاجه خاصه. ذوي حاجه خاصه، مش بشرط يكون عنده معناتها قصور، هو محتاج معناتها عنده حاجات خصوصيه، هو معناتها وقع التخلي عنه. عندنا الصغيرات في وضعيه غير مستقره، عندنا الصغيرات المتواجدين بالمراكز المستقبله للاحداث والجانحين، او ابناء اللاجئين والوافدين في وضعيه صعبه، معناها هذوما الكل، كل ما هو صغير مش في وضعيه طبيعيه، مش في عائلته، مش متمتع بالرعايه والحمايه في دارهم، اللي دارهم ما ينجموش يوفروا له معناها الدار والمدرسه العاديه ما يوفرولوش ضروريات التعلم والتعليم. بما فيهم زاد حتى ابناء اللاجئين معناها، وهي موجوده يعني توا كظاهره موجوده في تونس، عندنا لاجئين بارتو، وعندنا زاد المراكز اللي تأوي الصغيرات تاع الاحداث والصغيرات الجانحين، وهذا الكل بهدف واضح ديما راهو الادماج. الادماج والقضاء على التميز والفرقه وكل الاحساس معناتها بالنقص، وانا هاني مشني عادي، وانا مشني كيف اصحابي، وانا مشني معناتها فما اك التمييز هذا. دونك هو كي يتدمج هانو يلقى ديجا هو مش معناها من الاهداف نتاعها، ندخلوا شويه من الفئه المستهدفه، شنو الهدف الاساسي؟ هي تنميه وصقل العديد من الجوانب الموجوده في الشخصيه، يعني تنميه القدرات الذهنيه
وال معناتها استقلالية ذاتية، المهارات الحياتية، مهارات الاجتماعية، المهارات العاطفية، المهارات النفس الحركية، معناتها هذوم الكل تنشئ معناتها تنظر لهم هالمدرسة الدامجة اللي بالهدف الأساسي هو الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يكون موجود في يمارس حقوقه اللي موجودة في مجلة حقوق الطفل بصفة عامة. واضح الهدف نبيل مدام نجيبة، ولكن قلت فما عدة صعوبات، خلينا نشوفوا علاش هالتربية الدامجة فما صعوبات تواجههم. شنو فما صعوبات يا للأختي؟ اللي هي أنت الفئة موجودة والبرنامج موجود والمدرسه والمدرسه موجوده الفكره موجوده الاهداف، مي شنو الصعيب؟ الصعيب في التطبيق. كيفاش انت معناها هالمدرسه الدامجه تتطلب برشا معناها برشا اسس باش تنجح. اللي اولها البيئه المدرسيه، انت كي تهز معناتها ذوي الحاجيات الخصوصيه. اعطيت اكزامبل، معظم مؤسساتنا ما تلقاش فيها معناتها ان باركور بور لي زونديكاب موتور. انت وعندنا معناها دوزيام ايتاج وتروازيام ايتاج، هذه حاجه الاولى في البنيه التحتيه معناتها حاجه اوبليغاتوار. جوست باش نوضحوا، هي المدرج الخاص. المدرج الخاص معناتها باش تحضر له مدرج خاص في اللي تقرا له حسابه في اللي تواليت. معناها هذوما من الحاجات البنيه الاساسيه، كونك انت كي من الاساسيات معناها كي تبني انت قريت له حسابه ديجا، هذاك معناتها من العراقيل اللي تحد اللي اصل تحبته وما تخليش يمارس السيركوي سكولير نتاعو. البنيه هذه البنيه التحتيه ما فماش معناها الساعه، هذه البنيه التحتيه حاجه مفروغ منها وعايناها، وفما دي ستاتستيك اثبت اللي جل المدارس الدامجه ما عندهاش هالارضيات السالحه هذه. ثاني حاجه فما غياب بريسك عدم وجود خطط واستراتيجيات وطنيه واضحه. انت قبل ما تدمج اعمل الاستراتيجي والخطط نتاعك، كيفاش مش ندمج ضمن هالاستراتيجيات هذوما اللي انت كونت الاطار اللازم. احنا كنقولوا الطفل ذا حاجه خصوصيه، مشي تدمج مع الطفل العادي. معلم الطفل العادي موجود، ومعلم الطفل ذا حاجه خصوصيه اللي هو المربي المختص، وعندنا معناها جامعه تدرس معناها مربي متعدد الاختصاصات او مربي مختص. هل انت حطيتهم بعضهم بما انه الهدف مشترك؟ هذا ما فماش ما تلقاش. او انه يتم تكوين المربي العادي في انه يولي نجم يتعامل ايضا ويوصل المربي المعلوم. العادي ما تكونش، وحتى كي تكونوا فرق بين تكونوا وفرق بين تجيب له شريك، خاطر هي الطلب الدامجه يلزم فيها شراكه شراكه فعاله بين المختصين، لانه صغير ذوي حاجات خصوصيه عنده برشا حاجيات. الحاجيات تنجم تصير كان انت حاط مربي مختص في مدرسه في 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 التربيه المختصه، وحاط مربي عادي في المدرسه العاديه. ما دام مش تدمج، ادمج هذوك الزوز معناتها زوز الشركاء يلزموا هما يتفاعلوا مع اضافه. يلزم يكون فريق متعدد الاختصاصات، يلزم يكون معاهم اخصائي نفسي، اخصائي في العلاج الوظيفي، اخصائي في تقويم. هي رول باش تنجح التربيه الدامجه في الاستراتيجيات، يلزمك تحدد انت الفريق المتعدد الاختصاص اللي مش يخدم عظمه باش تنجم تنجح. من غيرهم ما نجموش، من غيرهم ما نجموش تقدم، ما تنجمش تقدم معناها. وهي هذه ماشيه فيها راهي في اصلاح منظومه التعليم، ماشيه فيها وزاره التربيه. حاجه اخرى، الطرق واساليب التدريس راهي تختلف. انت مش صحيح هزيتوا المدرسه، اما خليت بالطريقه التقليديه، التعليم التقليدي معناه. احنا عندنا صغيرات عندهم صعوبه في القراءه، عندنا صعوبات في الكتابه، عندنا صعوبات معناها في الحساب. هل انت بدلت لهم الاستراتيجيه ودخلت في العالم الرقمي وترى انت العالم كيفاش يقريه منظومه وكيفاش تفوقه وكيفاش معناها كيفاش تميزه؟ معناتها الاساليب والطرق مازالت بدائيه جدا، ونقرب بالقديم نتاع الطفل العادي. وهذه تجربتنا في ولايه القيروان، لو كنت تعطينا عليها فكره مدام نجيبه، وانت مطلعه يعني الى حد ما. نكملوا الصعوبات وبعد نعطوا معناها كيفاش. نظرا لضيق الوقت فما غياب زاد المتابعه والمراقبه ما ثماش، والصغيرات هذوما برشا يستحقوا مرافقين مدرسيين. اللي احنا عندنا لافياس سكولير موجود وعن الاختصاص موجود، اما الدوله ما تخلصش، الولي برش عليه باش يخلص. معناها فما زاد غياب حملات التحسيس والتوعيه، مانيش حتى الاعلام زاد النجم نلوم عليه شويه مقصر، مانيش نعملوا في لي سبو بيبليسيتير، مانيش نوعوا. معناتها فما تقصير في 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 كل الجوانب، وذاك علاش نحملوا نقولوا مسؤوليه راهو الدوله، مسؤوليه الوزارات، مسؤوليه المجتمع المدني،
ومسؤولية الإعلام برشا مسؤوليات باش ننجحوا هالوضعية التربوية هذه. أروا يلزم تضافر برشا جهود ويلزم استراتيجيات واضحة بين وزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة، الوزارات كلها تتفاعل باش يعطوا خطة واستراتيجية واضحة للمدخرين. أروا على فكر المعلمين شكر خاص لهم رام عن يعملوا في إيفور إلى أقصى حد ويحاولوا يعاونوا الصغيرات ويحاولوا يقبلوهم ويتقبلوهم، لكن الله غالب ضعف وسائل التواصل ووسائل التوضيح والوسائل التربوية عاقت السيرولة. أنت قلت مدام نجيبة لي فما بين الثرين إعادة نظر معناه في وزارة التربية قاعدة تو كيفاش أعطينا كيفاش يعني وين قاعدة تو تعمل في مخطط جديد وقاعدة معناتها تعمم في التجربة وقاعدة تعمل في استراتيجيات حطت ناس مختصة قاعدة تراقب في البنية التحتية في المشروع فما في مشاريع القادمة فما مش توفر المختصين وقاعدة مش تعمل برنامج الرسكلت طلع على قريب عادة مدام نجمة شو مش نقوله باش تعمل باش تعمل هي فما بادر اللي نفرح به فما برشا بوادر وإن شاء الله يقع الدمج خاصة بين المربين العاديين والمربين المختصين وتوفر فريق متعدد الاختصاصات في كل مدرسة باش باش صغيراتنا ذوي الحاجات الخصوصية ياخذوا حقهم وراهم قادرين باش يتميزوا وقادرين باش يبدعوا وقادرين في ولايه القيروان عندك فكره مدام نجيب على عدد المدارس الدامجه مثلا فكرة كيفاش يصير الادماج المدرسي؟ الادماج المدرسي يصير عن طريق وحده التاهيل ومعناها في ولايه القيروان رعايه الام والطفل فما معناها فرع خاص فيه مربي مختص وفيه اخصائي في تقويم النطق وفيه اخصائيين نفسانيين يصير تنتقل لهم الملفات عن طريق الولية وعن طريق الجمعيات دونك يصير الفرز ويصير معناها التيست بسيكوتيكنيك ويدمجوا فيها صغيرات حسب المدرسة اللي قريبة لدارهم ودونك يمشي واللي تتوفر فيها أبسط الشروط ما فماش حتى شروط متوفرة تبقى ديما تبقى الإدماج المدرسي أنا حسب تجربتي في القروان راهو مازال عشوائي الصغير يدور في المدارس معظمهم يرجعون لمراكز التربيه المختصه ما فماش متابعه ما فماش معناها مراقبه وما فماش حتى تقييم للاسف الشديد. ان شاء الله استراتيجيه وزاره التربيه على الاقل تنهض ب ان شاء الله يا ربي مع جميع الاطراف المدخلة في هذا الموضوع. شكرا لك مدام نجيبة الحاجي الأخصائية النفسانية التربوية. هكا نكون وصلنا لختام حلقة اليوم من برنامج الحياة في العائلة، نتقابلوا في الحلقة القادمة في الأمان. الحياة في العائلة التطرق إلى نمط العيش العائلي وأبرز المسائل اللي تهم العائلة.